بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين الأحبة أينما كنتم، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير. حياكم الله معنا في لقاء جديد ومتجدد في برنامجكم الأسبوعي ترابط، واللي من خلاله نحاول هكذا رصد كافة الأخبار التي تهتم بأعمال المجتمع المدني التطوعية والأفكار الشبابية، ومن خلال ضيوف البرنامج وفقرات البرنامج أيضا نسلط ضوء على هذه الأفكار وعلى أعمال المجتمع المدني. لقاءنا الأسبوعي يتجدد، وبتأكيد تسعدنا متابعتكم في ترابط. حياكم الله. مشاهدينا، في حلقة اليوم مجموعة من المحطات نتعرف من خلالها على دور المجتمع المدني من خلال اللقاءات وأيضا بعض الحوارات. سيكون أيضا في تفاصيل حلقة اليوم كما تابعتم معنا مشاهدينا تقارير نتناول من خلالها بعض المواضيع. ستكون لنا وقفة مع رحلة الأمل الكويتية التي جابت بعض من دول العالم في فكرة نبيلة لهذه الرحلة، تفاصيل ستكون أيضا في التقرير. مواضيع أخرى أيضا سنتناولها من خلال ضيوفنا وتواجدهم معنا في الحلقة حول دور العمل التطوعي في المجتمع، وتحديدا أيضا سنتحدث عن دور النساء في العمل التطوعي وخدمة المجتمع. سيكون لنا لقاء أيضا مع أحد الدكاترة حول مؤسسات المجتمع المدني ودورها مع ذوي الاحتياجات الخاصة. كل هذه التفاصيل وغيرها أيضا متابعتكم مشاهدينا من خلال هاشتاغ للبرنامج والعمل التطوعي والبعد الوطني. من خلاله نسمع اقتراحاتكم، أراءكم، أفكاركم كما تتابعون من خلال الهاشتاغ الواضح معاكم أيضا على الشاشة. مشاركتكم تهمنا، وفي نهاية الحلقة سنستعرض هذه الأفكار وهذه الآراء من خلال هذا الوسم لبرنامج ترابط. نتابع مع بعض في القادم رحلة الأمل وسفينة الأمل الكويتية في التقرير التالي. بباقات من الورود وهتافات الوصول وبأنغام إيقاعات الفنون العمانية المغناة لفرقة الفنون الشعبية بالبحرية السلطانية العمانية، وبابتسامة الصغير والكبير وفرحة الأطفال من ذوي الإعاقة، كان وصول سفينة رحلة الأمل الكويتية على مرسى بندر الروضة مسقط بعد أن قطعت أكثر من 11,000 ميل بحري، مبرهنة للعالم أجمع بأن المواطن الخليجي قادر على قهر البحار مهما كانت الإعاقة التي يعاني منها. رحلة الأمل الكويتية جابت عددا من الموانئ في دول العالم إلى أن كانت محطتها والوجهة المقصودة هي مقر الأمم المتحدة بالولايات المتحدة الأمريكية والمكتب الرئيسي للأولمبياد الخاص الدولي، متحدية الصعاب في هذه المغامرة الجميلة للأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية. الرحلة بحمد الله وصلت إلى مسقط، وقطعت خلال الأشهر الماضية أكثر من 13,000
ميل بحري. هدفها مفهوم أساسي في الحياة، وهو الاهتمام بشريحة الإعاقة. في الرحلة هناك عدد من الأطفال من متلازمة داون، يعني هدفه من هذه الرحلة هو نشر مفهوم الاهتمام بالأشخاص ذوي الإعاقة ورفع من قيمتهم، وأنهم أشخاص ممكن أن يشاركوا وأيضا يندمجوا مع المجتمع ويقدموا ما لديهم من إمكانيات لتخدم المجتمع. وإن شاء الله أتمنى أن هذه الرحلة أنها تنعكس على كل المجتمعات ونحقق أهداف رحلة الأمل، حيث أن المشاكل واحدة والهموم واحدة والطموحات واحدة والإنجازات تقريبا متشابهة. إن كان نجاح رحلة الأمل، إذا كان هناك نجاح فهو يعني للكل، لكل الدول المشاركة ولكل الفئات ولكل يعني الأولمبياد الخاص، المجتمعات، عيالنا من الأبطال من الإعاقة الذهنية مثل ما أنتم شايفينهم. خلونا نثبت للعالم بأن أبنائنا قادرين على الإنجاز، قادرين على الإبحار، قادرين على التعايش، قادرين على التعليم، قادرين على كل شيء. هذه رسالة أعتقد أن صار لها صدى من خلال زيارتها للأمم المتحدة، من خلال زيارتنا للدول، وصار لها صدى أيضا في مقر الأولمبياد الخاص في واشنطن. ونتمنى إن شاء الله أن يعني أنا أرى من خلال تجربتي أني أرى شمعة في حياة أبنائنا من الإعاقة الذهنية بالأمام إن شاء الله. لقد رافقت الرحلة عند دخولها المياه الإقليمية للسلطنة البحرية السلطانية العمانية التي قامت بجهود كبيرة في مختلف الجوانب. حقيقة البحرية السلطانية العمانية كما دأبت يعني في مهامها في تقديم المساعدة والتعاون مع جميع الأشقاء والأصدقاء، فكان لها دور كبير في هذه الرحلة، حيث وفرت الحراسة والحماية وكذلك المرافقة والإسناد منذ دخول يخت الأمل أو رحلة الأمل من المياه العمانية، ورافقتهم في رحلة الذهاب، ونفس الشيء في رحلة الإياب رافقتهم عدة سفن البحرية السلطانية العمانية حتى وصولهم. وسوف تكتمل هذه طبعا حقيقة المرافقة لحد خروج السفينة ومغادرتها المياه الإقليمية والمياه العمانية. طبعا هذا حقيقة التواجد بحرية السلطانة مع يخت الأمل في الرحلة وجد حقيقة انطباع طيب من الأخوات، هذا ما لمسناه حقيقة في لقائنا معهم هذا اليوم، وجد ترحيب وجد شكر كبير، وهذا حقيقة ما دابت عليه البحرية السلطانية العمانية في توفير الإسناد المطلوب لإنجاح الرحلة، لأن نعتبر هذا العمل هو إنجاز عمل وطني. نتشارك التعاون فيه مع الوزارة المعنية وجميع الوزارات التي قامت بتحقيق وإنجاح هذه الرحلة. اهتمام كبير توليه الحكومة الكويتية كغيرها من دول المجلس لفئة الأشخاص ذوي الإعاقة بمختلف فئاتهم، هذا ما أكده السفير الكويتي المعتمد لدى السلطنة. الرحلة حملت دلالة في غاية الأهمية للأشخاص ذوي الإعاقة. أولا حب أنهم على سلامة الوصول لبلدهم الثاني سلطنة عمان، وهذه الرحلة جاءت حقيقة للفت أنظار العالم بخصوص هذه الفئة بالذات، فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، لإثبات بأنهم ينتمون للمجتمع، أذكياء جدا ولديهم طاقة يمكن استخدامها في دمجهم في المجتمع، وبالتالي هذه الفئة يجب أن يعني يتم الاهتمام بها في جميع دول العالم حقيقة وليست خاصة بالكويت. الرحلة تحمل دلالة حضارية إنسانية في غاية الأهمية، ويعني كون أن هذه الرحلة تقطع 14,000 ميل بحري، يعني ويعني تطوف عدد من البلدان، هذا أيضا يعني تحمل رسالة على أن الأشخاص ذوي الإعاقة هم في القلب وهم في وسط المجتمع وهم في وسط هذا العالم، لا يجب أن يكونوا مهمشين. نحن في السلطنة الحقيقة سعيدين جدا أن نستقبل هذه السفينة، لأننا نحن والكويتيين يعني نحمل هما واحدا وكذلك دول الخليج العربي فيما يتعلق بالإعاقة، هذا المجال الذي يتطلب منا جميعا أن ننهض به رغبة من الجميع في أن تتحقق حقوق المعاقين في كل مكان. إذن رسالة إنسانية عالمية حملتها رحلة الأمل الكويتية للأشخاص ذوي الإعاقة لمصلحة ذوي الإعاقة الذهنية، داعية إلى دمجهم بمجتمعاتهم والاستفادة من مواهبهم وطاقاتهم. صالح بن حمد الحبسي، مرسى بندر الروضة، مسقط.
معكم مشاهدين نتواصل في ترابط وأهمية العمل التطوعي وأهمية أيضا مؤسسات العمل المدني، الحراك النسائي أيضا في العمل التطوعي وما يخص ذلك سيكون محور لقائنا في القادم مع ضيفتنا في الاستوديو فضلة أمنة بنت خادم بن سعيد العوادي مديرة دائرة تقنية المعلومات بالمديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة ظفار. أستاذ أمنة مساك الله بالخير، مرحبا بك معنا. مساء الأنوار أخي عوض. يا مرحبا فيك. العمل التطوعي وبتأكيد أهمية غرس العمل التطوعي في المجتمع. أكيد العمل التطوعي ذو شجون، والعمل التطوعي هو أي عمل يقوم به الفرد أو الجماعة من الأفراد أو مؤسسة ما بدون مردود مالي. الهدف من هذا العمل هو فقط حس المسؤولية الاجتماعية لدي الفرد أو مجموعة الأفراد أو هذه المؤسسة يكون عالي، بالإضافة لمرضاة الله عز وجل. بالتأكيد العمل التطوعي يعتبر بؤرة الأعمال في أي مجتمع من المجتمعات، لأنه يعمل على تنمية المجتمع والرفعة من مستوى هذا المجتمع. وهناك أعداد كبيرة جدا من الأفراد سواء كان على المستوى الوطني بسلطنة عمان أو حتى على المستوى العام الذين يؤمنون بأهمية العمل التطوعي في تنمية المجتمعات وأهمية غرس هذه الثقافة في الناشئة. يمكن ومنه أيضا يكون تحقيق الأهداف وإيصال الرسائل أسرع للمجتمع عندما يؤمن الشخص بفكرة. أكيد. ويقدمها. أكيد. كعمل تطوعي تصل أسرع للآخرين وتصل أسرع أيضا لنفسه. أكيد طبعا أي عمل تطوعي يقوم به الفرد هو مبني من أهداف. هذه الأهداف قد تكون أهداف خاصة بالمجتمع، قد تكون أهداف عامة بالوطن، قد تكون أهداف خاصة بمؤسسة ما يرغب بتطبيق وترسيخ هذه المفاهيم للمجتمع بصفة عامة. فحس المسؤولية الاجتماعية لدي الأفراد ينبع منها حرصهم على تنمية أوطانهم ومجتمعاتهم والرقي بهذه المجتمعات نحو حياة كريمة في عدد طبعا من المجالات المختلفة. يمكن أستاذ أمنة أيضا أنت لك مجال في العمل التطوعي، مبادرات يمكن مشاركات كثيرة. العمل التطوعي وكيف يمكن أيضا إبراز أهدافه وكيف يمكن أن ننشره بين المجتمع؟ بالتأكيد هناك طرق، هناك وسائل مختلفة من خلالها يمكن للشخص أن يقوم بدور في المجتمع في إيصال رسائل، من خلال أيضا إتيان بأشخاص ليكونوا جزء من العمل التطوعي هذا. أكيد فيما يخص العمل التطوعي طبعا الإيمان بفكرة أننا أقدم خدمة لمجتمعي هي انطلاق العمل نفسه، فيبدأ من الذات. هناك أفراد بأعداد لا بأس بها في كل مجتمع من المجتمعات راغبة في هذا العطاء، راغبة في هذا الإنجاز، راغبة بتحقيق بصمة على مستوى مجتمعهم. الآليات والطرق طبعا كثيرة ومختلفة، إما عن طريق الاجتماعات، عن طريق تعميم فكرة ما، عن طريق البوسترات التي توزع بأهمية العمل التطوعي، عن طريق جمعيات المرأة العمانية المتواجدة في هذا الوطن، بالإضافة للجمعيات الخيرية المختلفة التي تقوم وإيمانها بيكون كبير في هذا الدور من الأعمال التطوعية. كذلك لا ننسى المجتمعات المؤسسات العامة في الدولة سواء كانت مؤسسات حكومية ومؤسسات أهلية مؤسسات خاصة، هذه لابد أيضا لديها حس المسؤولية جدا عالي في خدمة المجتمع، ولديهم أيضا دعم لهكذا أدوار تقوم بها سواء كان المؤسسات أو المجموعة من الأفراد بأعمال تطوعية. الآن وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت من السهولة ما بإيصال أي عمل من الأعمال. يعني أنا من يومين تقريبا كان هناك طلاب مدارس في المرحلة الثانوية يقومون بعمل جدا رائع وهو سر النجاح للطلبة، وصلني عن طريق الواتس أب. فبذلك وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت اليوم أحد الوسائل هي جزء أيضا هكذا أعمال وهكذا أفكار على المستوى العام. فبالتأكيد هناك وسائل كثيرة ومتعددة سواء كان
وسائل الإعلام المختلفة أو أدوار الشخص نفسه في مجتمعه وما يقوم به أيضا هو من دور كشخص. أكيد. يعني من خلال التجربة إيش هي العوامل المساعدة التي تجعل من الشخص أن يكون فاعل في المجتمع، أن يكون أيضا عوامل تساعده على أن يقوم بعمل تطوعي؟ أولا الذات، أن يكون الشخص مؤمن بذاته قادر على أن يعطي، ومن ثم هناك عوامل أخرى تساعد هذا الفرد على إثبات ذاته وتحقيق المسيرة التي يرغب أن يقوم بها، دعم المجتمع له، تقبل المجتمع له، توفير المناخ والبيئة المناسبة لهذا العطاء سواء كان للمؤسسة أو للأفراد أو للفرد نفسه. بالتأكيد هذه العوامل المجتمعة كلها تساهم في استمرارية العطاء داخل المجتمع، وفي نوع الجودة التي نبتغيها من خلف هذه الأعمال التطوعية للأفراد وللمؤسسات. هي الجودة مهمة ويمكن في العمل التطوعي تزيد أهميتها. أكيد. كيف يمكن أن نفعل من خلال مؤسسات المجتمع المدني المختلفة، من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، بأن نبحث دائما عن الجودة في تقديم العمل التطوعي، أن تكون الأعمال التطوعية هذه نابعة عن محبة للوصول إلى جودة معينة بالفعل في تقديمها؟ يمكن كثرت الآن الأفكار، كثرت المبادرات، أصبح الشباب ونقول بشكل عام من يفكر في عمل تطوعي يجد الطريقة الأسهل لتقديمه. مسألة الجودة كيف يمكن أن تكون الجودة هي معيار أساسي لتقديم العمل التطوعي؟ بالتأكيد المؤسسة أو مجموعة الأفراد أو الفرد عندما يرغب في عمل تطوعي لابد أن يكون هذا العمل مبني على أسس وضوابط. ما هو الهدف من وراء هذا العمل؟ خطة العمل نفسها ومسارها كيف ستكون؟ من هي الفئة المستهدفة لهذا العمل؟ أي المكان المناسب لعقد هكذا أعمال؟ ومن ثم الدعاية والإعلام لتحقيق الهدف المرجو من خلف هذا العمل التطوعي. طبعا هذه جميعها عوامل تكمل بعضها البعض، فكلما كان العمل مسيس ومخطط كلما كان هناك جودة في العطاء من خلف هذا العمل. والحمد لله رب العالمين، يعني من خلال ما نراه حاليا سواء العمل التطوعي على مستوى المؤسسات أو على مستوى الأفراد هناك جودة رائعة جدا في وعندنا تجارب ناجحة على مستوى السلطنة. بالفعل تجارب كثيرة ناجحة على مستوى السلطنة، قام بها أفراد، قام بها مؤسسات خيرية، قامت بها مؤسسات أيضا حكومية. فهذا العطاء كامل هو في النهاية الذي يبني هذا المجتمع ويغرس ثقافة العمل التطوعي في هذا المجتمع ويرفع من شأن المجتمع بصفة عامة في المجالات المختلفة، سواء كانت هذه المجالات ثقافية، مجالات صحية، مجالات علمية، مجالات تربوية، مجالات اقتصادية. فهناك تجارب جدا ناجحة في كل المجالات. أصبح العمل التطوعي الآن ممكن أن يكون جزء أيضا. إذا ما تحدثنا عن جانب أيضا تواجد المرأة يمكن على مستوى محافظة ظفار في العمل التطوعي وتواجدها، حراكها أيضا في هذا الجانب. نعم، المرأة في ظفار الحمد لله رب العالمين حققت نجاحات كبيرة على مستوى العمل التطوعي، سواء عن طريق جمعية المرأة العمانية المتواجدة هنا في محافظة ظفار بواقع 9 الجمعيات الموجودة حاليا، أو من خلال التجارب المؤسسية لبعض المؤسسات الخيرية أو المؤسسات الخاصة التي تقوم المرأة بالإشراف عليها. بالفعل هناك تجارب جدا ناجحة وأثبتت المرأة جدارتها في العمل التطوعي وحسها بالمسؤولية في المساعدة جنبا إلى جنب مع بنات هذا الوطن من أجل الرقي ورفعة المجتمع في محافظة ظفار وفي سلطنة عمان عامة. فالحمد لله رب العالمين نجد نماذج جدا رائعة سواء في المجال الحرفي، في المجال الاقتصادي، في المجال التربوي، في المجال الصحي. هناك نجاحات يشاد لها بالبنان، وأتوقع من فترة قريبة الحلقة اللي فاتت كانت المكتبة ساعد فيها في إنجاز هذه المكتبة نخبة رائعة من أخصائيات مصادر التعلم، وكان جانب تطوعي في هذا التوثيق هذا العمل وهذه المكتبة الرائدة للشيخ الله يحفظه الشيخ عبد القادر الغساني. نعم بالفعل مكتبة عامة واستعرضوها معنا في البرنامج. بالفعل. وجهد واضح. يمكن أيضا أنت كنت أحد من أيضا
الأشخاص أو النساء في المحافظة التي بالفعل أثبتت هذا الشيء وحصلت على جائزة في كرائدة للعمل التطوعي. هذه الجائزة بالتأكيد أتت نتاج لعمل، لجهد، لمثابرة، لفكرة أمنت بها وحاولت إيصالها بالتأكيد. الحمد لله رب العالمين، هذا مجتمعنا، وبالتالي أي عطاء يقدم للمجتمع لا نبتغي من ورائه أي مردود، ولكن مثل هذه الجوائز تعطينا كثير من الحماس والثقة بالنفس في العطاء الأكبر لهذا المجتمع. وقد تكون مسؤولية في بعض الأحيان. وقد تكون نعم مسؤولية أن احنا ما ننزل عن هذا المستوى الذي الثقة التي أعطت إياها هذه الجهات وهذه المؤسسات. الحمد لله رب العالمين، كرمت بعدد من التكريمات على مستوى المجتمع المدني عن طريق وزارة التنمية الاجتماعية، عن طريق مكتب المحافظ ظفار، كذلك عن طريق برنامج تواصل الذي عمل استفتاء على مستوى السلطنة بالحصول على جوائز مجموعة من المجالات، كان من ضمنها رائدة المجتمع المدني بسلطنة عمان، والحمد لله حققت هذا الهدف من خلال استفتاء عام كان بالسلطنة عام 2009. جميع هذه الإنجازات كانت دافع لأن نعطي أكثر لهذا الوطن، وكانت أيضا أعطتنا المجال على مصراعيه لكي نبدع في عطائنا ولكي نقنن أكثر ونجود أكثر هذا العطاء. المرأة في عمان تحتاج أن احنا بالفعل نرفع بأيديها ونأخذ بيدها من أجل أن تحقق ذاتها، سواء على مجال الثقافة العامة أو على مجال الثقافة الصحية وحتى على مجال ريادة الأعمال. حاليا هناك نساء الحمد لله رب العالمين بدت بمشاريع صغيرة، ولكن بشيء من الثقافة في هذه الآن. الجوانب كبرت، وهذه المشاريع بالحجم الحالي يعني الإنسان يفتخر بأنه ساهم ولو بفكرة بسيطة أن يصبح هذا المشروع من مبادرة داخل منزل إلى مبادرة عامة على مستوى السلطنة، وأصبحت المؤسسة تعيد يعني تدر أموال على صاحبها على صاحبها وعلى ذلك المنزل. الحمد لله رب العالمين. متكين. العمل التطوعي وحديثنا حول أيضا العمل على مستوى المحافظة، النساء هنا في المحافظة، هذه الجوائز وهذا العمل بالتأكيد هناك أفكار قادمة، هناك أعمال بالتحديد في مجال العمل التطوعي، بالتأكيد تراود أفكار للشخص. يمكن الكثير الآن أصبح كلنا طبعا زحمة العمل، زحمة أشغال البيت، زحمة، ويمكن أستاذ آمنة أيضا مسؤولية العمل المؤسسة التي تعمل فيها، إذا ما قلنا وزارة التربية والتعليم بحجم العمل المسؤولية الموجود في هذه المؤسسة، ولكن تجدي الوقت للعمل التطوعي، تجدي الوقت للبيت، تجدي الوقت للأسرة، يعني تجدي الوقت لأن يكون عملك بارز أيضا في هذا المجال. تجويد العمل أيا يكن، سواء كان عمل تطوعي، عمل بمردود مالي في مؤسسة ما، أو حتى عمل المنزل، هو في النهاية خطة يضعها الفرد أمامه ويمشي على هذه الخطة، بحيث أنه لا ضرر ولا ضرار، لا أضر بعملي ولا أضر بأسرتي ولا أضر أيضا بعطائي لمجتمعي المتواجدة فيه، والذي أحس بمسؤولية عالية جدا أننا يفترض أننا أعطي في هذا المجتمع مثل ما هو أعطاني هذه الثقة وهذه المكانة وهذا الحمد لله الأمن والأمان الذي نعيش فيه. الحمد لله. فبالتالي مسألة التخطيط لأي عمل ما ولأي جهد ما يقوم به الفرد أنا بعتبره من أساسيات نجاح الفرد. لابد يكون لكل إنسان خطة عمل خلال يومه، اليوم ماذا سأفعل، ماذا سأحقق خلال يومي، سواء على مستوى مجال العمل، على مستوى المؤسسي بصفة عامة في مجتمعي، على مستوى بيتي وأسرتي. عندما أخطط بشكل جيد لابد راح ألاقي هناك أيضا وقت فراغ بالإضافة للأوقات التي أنجزنا فيها الأعمال على مستوى الثلاث القطاعات المختلفة، على مستوى المجتمعي، على مستوى عملي الخاص، على مستوى أسرتي. فبالتالي هي في النهاية دقة تخطيط. إذن هو التخطيط هو الأساس لعمل كل ما يمر علينا في الحياة. يمكن أيضا نسألك أستاذ أمنة بحكم الوظيفة، التجارب مع المدارس، طلاب المدارس، كيف يمكن أن يكون أيضا العمل المدرسي جزء من غرس ثقافة العمل التطوعي لدى الطلاب؟ يمكن أيضا في إحدى الحلقات الماضية كان لدينا وسم في البرنامج أنه كيف يمكن أن تكون المدرسة
جزء من غرس ثقافة العمل التطوعي لدى طلابها؟ أنا أشوف أن العمل التطوعي ليس فقط المدرسة، وإنما يبتدئ من المنزل، يبتدئ من نعومة أطفال، من نعومة أظافر الطفل. ولي الأمر لابد أنه يقوم بغرس هذه الثقافة قبل أن يلتحق الطفل هذا بالرياض الأطفال وبالتمهيدي، ومن ثم بقطاع التعليم المختلف. عندما نذهب إلى الأسواق هناك الصندوق التبرعات، لابد أن يكون لدي الطفل هذا الحس، ولو 50 بيسة 100 بيسة، مثل هذا الحس يعطي الطالب أن غرس ثقافة العمل التطوعي أيا يكن. عندما يمشي الطالب في الشارع، الطفل في الشارع، ولي أمره شاف حصاه، شيل هذا الحصى من الشارع للضر إنسان. إذن هذا هو غرس الثقافة، كيف أغرس هذه الثقافة في نفوس الناشئة، ومن ثم يأتي بعد ذلك دور المدرسة في تأطير هذا الحس بأطر تربوية معروفة. الحمد لله رب العالمين، مناهجنا الدراسية زاخرة بأهمية العمل التطوعي وبالحظ على العمل التطوعي، كذلك الأنشطة الصفية ولا صفية تعزز هذا الجانب من خلال طبعا الأنشطة التربوية المختلفة. هناك نشاط قائم بحد ذاته اللي هو نشاط الخدمة العامة والعمل التطوعي، هكذا مسماه. هذا بالإضافة للأنشطة المختلفة اللي هي الإذاعة المدرسية، المسرح، الصحافة، جميع هذه الأنشطة تبرز أهمية العمل التطوعي وتبين دور أدوار العمل التطوعي. العملية التربوية في حد ذاتها كعملية تعليمية تعلمية بها من الأعمال التطوعية ما بها. لما نقول الطالب المتفوق يأخذ بيد زميله، الطالب الذي لديه صعوبات أو لديه إخفاق ما في مادة ما ليصل إلى قد يقدم له خدمة تطوعية. إذن هذه الخدمة ماذا نسميها؟ هي في النهاية عمل تطوعي، لأن هذا الطالب المتميز أو المجيد في تحصيله الدراسي قام بمساعدة زميله لكي يجيد في هذه المادة. إذن هذه هي أعمال تطوعية. كذلك الطالب داخل قاعة الصفية، هناك 4 من الطلاب المترأسين لهذا الصف. إذن الأربعة هذول هم اللي بيضعوا الخطة العامة للقاعة الصفية، نظافتها هذه أعمال تطوعية، نظافة القاعة الصفية، مدى المعلومات الثقافية سواء كانت في مجال الصحة، في مجال التربية، في مجال العلوم والثقافة، لزيادة معارف هؤلاء الأبناء الطلبة الموجودين عندهم في القاعة الصفية، وحتى على مستوى اللوحات المتعددة الموجودة في المدرسة. إذن جميع هذه الأعمال هي في النهاية أعمال تطوعية يقوم بها الطالب، سواء في الحفاظ على القاعة الصفية ونظافتها ومدى تهيئتها ان هم يستغلوها الاستغلال وهي جزء ايضا من غرس هي جزء المختلفة. من غرس ثقافة العمل التطوعي لدى الطلاب بالتأكيد. بالتأكيد نتمنى لك التوفيق، وبإذن الله نراك في القادم هكذا بأفكار جديدة بالتأكيد تسعين الى تحقيقها من خلال العمل التطوعي في مؤسسة المجتمع المدني. شكرا لك، نشكرك تواجدك معنا في الاستوديو الأستاذة آمنة بنت خادم سعيد العوادي، مديرة دائرة تقنية المعلومات بالمديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة، وشكرا لك، موفقة بإذن الله. شكرا استاذ عوض، جزاكم الله خير. نتواصل معكم مشاهدينا في تراب.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. مشاهدينا في ترابط نتواصل معكم وفي القادم تقرير نتعرف من خلاله على كيف يمكن أن يكون للصبر والمثابرة والجد والاجتهاد لهذا الشخص أن يتغلب على الإعاقة. قد يكون لدى كل منا إعاقة بشكل مختلف وقد تختلف أنواع الإعاقة لدى بعض الأشخاص. هناك تجربة ومثابرة وجد واجتهاد في قصة أحد الشباب من ولاية بلقوت تغلب على إعاقته وأيضا
قهر هذه الإعاقة وتغلب عليها وصل إلى ما يبغى يصل إليه. في التقرير القادم نتعرف على تفاصيل أكثر. هكذا شاء القدر أن يولد أحمد معاقا، وهكذا صدقت المقولة التي تقول ابتسم تبتسم لك الحياة. فبابتسامته التي لا تفارقه لم يصبح أحمد عالة على الآخرين، بل متحديا لإعاقته. كنا متخوفين من الإعاقة تكون يعني عبء علينا كثيرة، لكن الحمد لله أحمد تجاوز كل هذه المراحل الصعبة وبدأ يمارس عمله الطبيعي بشكل ممتاز. يشتغل البحر مع يغوص ويلعب كورة ويسوق سيارة الحمد لله رب العالمين، ويمارس الحياة الطبيعية بشكل صحيح يعني مثل أخوانه وأكثر من أخوانه يعني. ركوب البحر بأمواجه ومشاقه الجمة، تتكسر كل هذه الصعاب أمام عكازتيه التي تعكس مدى الإرادة والتصميم في تحقيق الأمنيات. لا يجلس أحمد متفرجا على زملائه فحسب، بل يعد لاعبا وعنصرا مهما في لعب الكرة التي تتطلب اللياقة البدنية والمهارات الفنية العالية. زميلي أحمد نحن أنا دائما من الذين متقربين إليه، دائما نكون مع بعض وكنا نشتغل مع بعض البحر، ودائما أكون معه في السيارة، دائما نطلع رحلات. أحمد يعني ما ننكره كحالنا، بس طبيعته وعمله وإنجازاته العملية البحرية وجميع الإنجازات، حتى متفوق بكثير من جميع الزملاء وأصحاب اللي في الرحلات، ودائما يكون المبدع والمتفوق دائما. لم تتوقف إرادته عند هذا الحد، بل استطاع تعلم قيادة المركبات والحصول على رخصة القيادة، بالإضافة إلى مساعدة والده على تربية الإبل. لا مستحيل أمام الإرادة والتصميم. ألعب كرة، أمارس السيد، البحر، السباحة، الغوص، قيادة المركبة، ولدي رخصة قيادة، أستطيع أن أفعل أي شيء. حلمي أن تكون لدي وظيفة في ولاية طلكوت. بكل عزيمة وإرادة كبيرة استطاع أحمد أن يتغلب على إعاقته بممارسته كل الأنشطة في محيطه المعيشي التي يعجز بعض الأصحاء عن ممارستها. سالم بن بخيت العامري، ولاية طلكوت، محافظة ظفار. معكم مشاهدين نتواصل في ترابط، وبالفعل قصة جميلة لهذا الشاب بالإرادة، ومثل ما قال هو بالإرادة والمثابرة والصبر دائما يصل الإنسان إلى ما يريد ويحقق ما يريد. حديثنا للقادم حول دور مؤسسات المجتمع المدني مع ذوي الاحتياجات الخاصة. نرحب بضيفنا في الاستوديو الدكتور محمود ملكاي، مشرف تدريب في مجال التربية الخاصة. دكتور محمود مرحبا بك معنا في البرنامج. حياكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. بداية أتمنى من الله تبارك وتعالى أن يديم الصحة والعافية على جلالة السلطان، آمين إن شاء الله، وأن يعيده إلى هذه البلاد الطيبة بإذن الله، وأن يمد في عمره ويحسن عمله. وكذلك يسعدني وجودي في هذا المكان الطيب، ويسعدني أيضا في هذا البرنامج، برنامج ترابط، وأهمية اللي هي العمل التطوعي والمؤسسات. والترابط مهم وضروري للجميع. نعم صحيح. دكتور، ذوي الاحتياجات الخاصة يمكن الآن أصبح شائك في بعض من الأحيان، أنه كيف ممكن أن نعرف ذوي الاحتياجات الخاصة
وذوي الإعاقة، يعني اختلافهم وما يمكن أن يقدم لهم أيضا من خلال الإشراف على التدريب ومن خلال تقديم العمل لهم أيضا. صحيح، أنا صراحة أحب أفضل أني أتكلم يعني ليس ذوي الاحتياجات الخاصة، أنا بحب يعني أتكلم التربية الخاصة، ولربما يعني الآن التسمية لها دور كبير جدا صراحة في يعني التأثير النفسي من خلال التسمية. فلو قلنا التربية الخاصة خليها يعني أكثر شمولية. التربية الخاصة يعني موجودة منذ الخليقة، وذوي الاحتياجات وأفراد ذوي التربية من التربية الخاصة موجودين منذ الخليقة. التربية الخاصة يعني بحب أعمل يعني أتكلم إيش التربية الخاصة، لن أدخل في ذوي الاحتياجات الخاصة، لأنه الانطباع من ذوي الاحتياجات الخاصة أنه هؤلاء الأشخاص الضعيفين، الأفراد الضعيفين، المساكين اللي في عندهم مشكلة أو ما شابه. لكن قبل ما أبدأ في فئات التربية الخاصة يجب أن أنوه ما المقصود بالتربية الخاصة. التربية الخاصة عبارة عن مجموعة من الخدمات المنظمة، تربوية، نفسية، إرشادية، طبية. هذه الخدمات تقدم للأفراد بطرق وأساليب خاصة. يعني الطفل اللي عنده صعوبات تعلم، طفل لديه درجات ذكاء عالية قد يكون، وذكاء طبيعي ما عنده مشكلة في القدرات العقلية، لربما التصور الخارجي عند الآخرين أنه لا يستطيع، ولكن هو في هذا ليس صحيحا. هو يستطيع لكن إذا قدمنا له الخدمة بطريقة الخاصة. صحيح. فلذلك التربية الخاصة مجموعة من الخدمات المنظمة، طبية، تربوية، نفسية، إرشادية، تقدم بطرق وأساليب خاصة. لمن؟ للجميع؟ ليس للجميع، للأطفال أو للأفراد الذين لديهم انحراف ملحوظ عن أقرانهم. شو المقصود يعني الملحوظ عن أقرانهم؟ لو أخذنا طفل عمره 6 سنوات ونتكلم عن المرحلة العمرية الأولى من حياة الطفل، يعني منذ الولادة إلى غاية عمر 6 سنوات، تكتمل الشخصية الإنسانية، تكتمل اللغة والنطق، تكتمل القدرات العقلية عند الطفل في هذا اللي هو في المرحلة، في هذه المرحلة. لو أخذ طفل عمره 6 سنوات لديه مشكلة في اللغة والنطق، وطفل آخر مكتمل عنده اللغة والنطق، فرايحين نلاحظ أنه في عنده انحراف ملحوظ عن أقرانه أو عن قرينه، تمام؟ فلذلك التربية الخاصة تقدم للأطفال الذين ينحرفون انحرافا ملحوظا عن أقرانهم، وهذه الخدمات تقدم بشكل مستمر. تقدم بإيش؟ بشكل مستمر، لأنه ممكن الإنسان يحتاج إلى خدمات التربية الخاصة وهو ليس من أفراد التربية الخاصة. على سبيل المثال، ممكن الواحد لا سمح الله صار عنده كسر في إيده في إجره، نستخدم الجبائل الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة، هل يعتبر هذا من ذوي الاحتياجات؟ لا، ولكنه في تلك المرحلة يحتاج إلى خدمات التربية الخاصة. لكن إذا بقي يحتاج الخدمات على مدار العمر، إذا معناته هو من أفراد التربية الخاصة. إذا تقدم هذه الخدمات بشكل إيش؟ مستمر. طيب لماذا تقدم هذه الخدمات؟ ليش إحنا بنقدم هذه الخدمات؟ من أجل تحقيق الاستقلالية. الآن لو أخذنا طفل طبيعي وسألناه يقول لك أنا بدي أدرس في المدرسة، أدرس في الجامعة. طيب ليش بدك تدرس؟ حتى أتمكن أني أتعين. طيب تعينت إيش يعني؟ يقول لك أنا بحقق مردود مالي، بدي أنشئ بيت، أتزوج، وصور عند، بدي أنا أشعر أني أنا مستقل عن والدي. يود أن يشعر أيضا أن يكون هو جزء مثل من المجتمع. صحيح. فلذلك أنت الآن تتكلم عن هذا الطفل من التربية الخاصة، أليس له الحق؟ بالتأكيد أن يحقق الاستقلالية. بالتأكيد له الحق. دكتور، يمكن أيضا الطريقة المثلى لتقديم هذه التربية الخاصة، إذا ما سلمنا بالمسمى الجميل التي تود أنت الحديث به، يعني كيف يمكن أن تقدم هذه التربية الخاصة للأشخاص ذوي الإعاقة أو ذوي الاحتياجات الخاصة بطريقة مثلى، قد تكون في بعض الأحيان فيها درجة عالية من العمل التطوعي؟ صحيح. الآن يعني هذه المشاكل الموجودة عند هذه الأطفال، أنا برأيي واعتقادي الجازم، إذا امتلك المعلم أو الأسرة أو المدرب المعرفة في كيفية التعامل مع هذه الفئة، يستطيع الإنسان الآن أن يقدم خدمة. أعطيك مثال بسيط جدا. لو شاهدنا كفيف في الشارع، طيب
الكل فينا يحاول مباشرة أن يساعد إيش؟ هذا الشخص، صحيح؟ بشكل تلقائي. تلقائي، يعني شخص كفيف بده يقطع الشارع، فالمباشرة منا إنه بنحاول نساعده. لربما في مساعدتنا لهذا الشخص نعمل له ألم نفسي شديد جدا. المفروض يكون عندي قدرة ومعلومة في كيف أني أساعد هذا الشخص الكفيف. ممكن أقدر أساعده بطريقة لا تؤثر على الصحة بداية النفسية. ممكن أنا أقول له أنا فلان الفلاني في مجال أساعدك، ما بصير أنت تمسكه من يده وتشحطه على الشارع الناحية الثانية، ما بصير. لازم تقول له في مجال أني أساعدك، وهو أكيد راح يقول لك في مجال. كيف بدك تساعده؟ تمسكه من يده؟ المفروض أنه تمسكه من منطقة اللي يشعر إذا أنت ارتفعت أو انزلت عشان حتى أنه ما يطيح في الأرض. فلذلك هذه معرفة ومعلومة إذا امتلك الإنسان يستطيع أن يقدم خدمة بشكل صحيح دون أن يؤذي إيش؟ الآخرين. الآخر. أعطيك مثال، إحنا كنا في مؤتمر خاص في التربية الخاصة، لم يجهزوا المنصة الرمبة الخاصة لصعود الكراسي المتحركة. الكراسي المتحركة، فما شاء الله فقام مجموعة من الشباب حملوا الرجال بالعرباية تبعه. طبعا كان وضع مؤلم جدا، لدرجة كان له يعني كلمة بده يتكلم فيها غير الكلمة كاملة. فقال لهم أنتم بتتكلموا عن التربية الخاصة وحقوق التربية الخاصة، إذا أنتم رمبة ما حطيتوا ليش، فبدكم تعطوني حقوقي. مين أنتم حتى تحملوني؟ أنا لدي القدرة ولدي الإرادة أني أستطيع أني أتقدم وأسبقه كمان، أنتم العاديين. فلذلك لاحظ الآن، فلذلك نقطة مهمة جدا، كيف أستطيع أن أقدم الخدمة؟ إيش هي الطرق يعني لتقديم الرعاية في مجال التربية الخاصة وأن تكون بالطريقة الصحيحة؟ أنا يعني يمكن كان في ملتقى قبل يومين ثلاثة ما شاء الله، ملتقى عن تعليم الأطفال اللي جاد التعليم ما قبل المدرسة، كان يعني قائم فيها اللي هي غرفة التجارة والصناعة ووزارة التربية والتعليم، وكانوا ركزوا على هذا الجانب، وكان يمكن إلي في بعض التوصيات اللي الحمد لله كنت أنا ضيف وليس مشارك، إنه صراحة حتى نستطيع أن نقدم خدمة لمثل هذه الفئة في المراحل الأولى من حياة الطفل، يجب تدريب معلمي الصفوف الأولى ومعلمي رياض الأطفال وتدريب الأسر في كيفية التعامل مع هؤلاء الأطفال، وأيضا إنه كيفية الكشف المبكر والتشخيص المبكر لمثل هؤلاء الأطفال، لأنه أشارت الدراسات من خلال التدخل المبكر نستطيع أن نحل 80% من مشاكل الطلاب. إذا لاحظ الدور الفاعل، نحن ليس بحاجة إلى مراكز كثيرة جدا في مجال التربية الخاصة، وليس بحاجة إلى مدارس متخصصة في مجال التربية الخاصة، إذا كان عندنا الإمكانية أنه قبل 6 سنوات نكتشف هؤلاء الأطفال ونقدم لهم الخدمة، ويكون هناك نشر لثقافة أنه كيف ممكن أن نتعامل مع هؤلاء الأشخاص، صحيح. كيف ممكن نقدم لهم التربية الخاصة بالطريقة المثلى. أنا برأيي الشخصي أنه يجب أن نستفيد من اللي هي المؤسسات المدنية الموجودة في المجتمع. يعني أنا كان لي زيارة قبل يومين على جمعية المرأة العمانية عند الأستاذة نور أم مروان، فصراحة يعني في عندهم برنامج أعجبت فيه بشكل كبير جدا، لربما من قبل سنة بادين فيه، اللي هو الطفل القائد. الطفل القائد يعني بتكلموا عن فئة من فئات التربية الخاصة اللي هو التفوق والموهبة. يعني أنا بدي أتكلم من خلال على الهواء مباشرة أنه إحنا في عنا مفهوم عن التربية الخاصة أنه الضعيفين، ليس صحيحا. أعطيهم لا هناك أمثلة كثيرة في العالم، نعم. أشخاص أصبحوا لهم علماء ولهم مكان، هم من ذوي الاحتياجات الخاصة، صحيح. وكانوا في مرحلة من مراحل العمر يقال بأنهم مروا بتلك المرحلة وأصبحوا من يحتاجون إلى تربية خاصة. صحيح صحيح. فأنت بتتكلم فئة التربية الخاصة من فئات اللي هي التفوق والموهبة. فلذلك هذه الجمعية سعت على تقديم برامج إثرائية، فكر جميل جدا، بل بالعكس حتى وجدت عندهم برامج الآن يعني قيد الإنشاء، وأتوقع أنهم سيبدأوا فيها يعني قريب جدا، اللي هي برامج خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة في التدريب والتأهيل. إذا معناته هذه المؤسسة المدنية تستطيع أن تقدم وتعبر عن ثقافة اللي هي التربية الخاصة. يمكن كثير أيضا مؤسسات المجتمع المدني الآن الموجودة في السلطنة تقوم بهكذا أدوار، تحاول. يمكن أيضا لاحظنا كثير من المبادرات والأفكار الشبابية التخصصية في مجالات معينة لأشخاص ذوي احتياجات خاصة بتقديم أيضا لهم، يقدم لهم أفكار في مجال عمل تطوعي. صحيح. يعني أنا ممكن كنت يعني أتوقع أنه يستطيع البنك أن يقدم ثقافة التربية الخاصة من خلال بروشور
الجميع يراجع البنك في الجوانب المالية. فلو كان أي بنك جهز بروشور يتكلم عن فئات التربية الخاصة بشكل بسيط جدا وسهل، لا نريد أن يقدموا مادة أكاديمية علمية بحتة، تستطيع الشركات الخاصة أن تقدم بروشور أكيد لها مراجعين. العيادات الطبية الخاصة، أنا بتكلم عن العيادات الطبية الخاصة، ألا يستطيع أن يقدم خدمة اللي هي نقل الثقافة، يعني تثقيف الأمهات إيش التربية الخاصة؟ يعني ممكن أنا وياك الآن ومجموعة نتكلم التربية الخاصة التربية الخاصة التربية الخاصة، لكن في ناس موجود عندهم أبنائهم ومش عارفين إنهم هم أصلاً أبنائهم من دولة محتاجين إلى تربية الخاصة. نعم صحيح، بحاجة إلى خدمات التربية الخاصة. تستطيع أيضاً اللي هي يعني الصيدلية، نراجع الصيدلية نشتري العلاجات، لو عملوا بروشور بسيط ويستطيعوا، هي فكرة بسيطة جدا لكن إذا بدأنا فيها بالتنفيذ أنا أتوقع خلال سنة سنتين بكون في فكر كبير جدا للتربية الخاصة. ليش إحنا بنسعى؟ يمكن يجب أن نسعى كلنا بالتأكيد صحيح. من خلال مختلف صحيح. وسائل القطاع. التواصل الاجتماعي صحيح. قطاعات مؤسسة المجتمع المدني المختلفة بكل أطيافها في نشر ثقافة أنه كيف ممكن أتعامل مع هؤلاء، كيف ممكن أيضا نقدم لهم الخدمات إذا ما احتاج شخص لتربية خاصة. دكتور نشكر لك تواجدك معنا في البرنامج في ترابط، ونلتقي في ترابط دائم بإذن الله. بارك الله فيك، والشكر يعني مقدم لكم جميعا ولأسرة التلفزيون العماني، بارك الله فيك. شكرا لك دكتور، حياك الله. مشاهدينا الأحبة، وصلنا معكم إلى ختام حلقتنا هذا الأسبوع، نلتقيكم في الأسبوع القادم في نفس التوقيت بإذن الله كل خميس، نلتقيكم في ترابط، دمتم في أمان الله، إلى اللقاء.